السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية الطيبة للجميع. اليوم إن شاء الله نويت أفتح هذا الترقيد الهوائي لشجرة طبعا تين، حطيته أنا بتاريخ 10/10 واليوم تاريخ 10/11، يعني باكتمال شهر كامل. وشوف ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على نسبة التقدير فيه. وحطيت له كيس كبير لأنه هو أصلا العود طويل، تقريبا يوصل لمتر ونصف كما تلاحظون، فحطيت له أنا تربة كثيرة عشان أحصل على نسبة من الجذور عملاقة حتى تساوى عندي كمية المجموع القدري مع كمية المجموع الخضري. ورايح أقصه إن شاء الله الآن، ورايح أنقله إن شاء الله في أصايص. طبعا رايح أستخدم القاطع على أني ما أستخدم المقص لأن العود كبير نسبيا. رايح قطعة من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ما شاء الله، يعني عود كبير جدا ويوجد بعد فيه ثمرة. هذا من النوع، الله أعلم صراحة على نوعه، لكن هو يتميز أنه أخضر طول الوقت حتى وقت نضجه. راح نقله إن شاء الله في أصايص. هذا على ما تلاحظون، فنقوم بعملية الآن فتح. حطيت أنا هذا اللزق في العرض عشان في وسط الكيس عشان يمسك ويتماسك التربة بشدة. سأقول أيضا بإزالته من الأعلى من الأسفل عشان نشوف نسبة التقدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نسبة التقدير ممتازة للغاية. وأنت تفتح الكيس، يعني أهم حاجة، ما مشكلة إذا فقدت تربة، لكن بقدر الاستطاعة حاول لا تفقد الجذور. الكيس دخلت شوية، أنا استخدمت فقط الكمبوست، لم أستخدم أي شيء آخر. ما شاء الله في غضون شهر نسبة تقدير عالية جدا وممتازة. فقدت بعض الجذور، ماشي إشكالية، لاحظ الكمبوست بدأ يقف لأنه عاد أكثر عن يعني شهر تقريبا، بالضبط شهر. سنفتح أيضا من الأعلى لنتخلص من الكيس. قمنا بفتح الكيس من الأعلى للإخراج. شوف نسبة التقدير حتى هي صعدت للأعلى. شوف اللهم صلي وسلم، نسبة التقدير ممتازة، يعني ما يحتاج نخف المجموع الخضري. هذا مجموع خضري ما يحتاج ان نخفه ما دام نسبة التقدير بهذا الكمية. راح اوضعها هنا ان شاء الله في الاصايص. اصايص اخترت اصايص كبير، وقبل ان اضعها وضعت بعض التربة داخل فيها، وضعنا حتى يكون في عملية تقدير في الاسفل ايضا، والاصايص ايضا حجمها كبير. ولما أضعها دائما أحاول أخليها بدرجة استقامة، ما يهمني التقدير كيف شكله، ما يهمني، لكن يهمني أنه يكون هو عمودي، يظهر عمودي عندي بهذه الطريقة. وأقوم بملئه بالكومبوست فقط، ما أستخدم أنا غير الكومبوست اللي هي تربة الزهور الداخلية، ومن بعدها أرويها وأحطها في الظل. وهذه الحبيبة بعد ما أعطيناها ماء بنسبة كبيرة جدا رويناها وحطيناها أيضا في ظل مع خواتها الموجودات هنا، ما شاء الله متر ونص، وتركتها بجميع المجموع الخضري. وإذا شفت فيها ذبلان إن شاء الله رايح أقوم بعملية تقليل المجموع الخضري، حتى إنه بعض الثمار تركتها أيضا فيها. هذه الحبيبة وهذه الحبيبة الأخرى أيضا معها أمورها طيبة، وهذه حبيبات أخرى كلهن ترقيد هوائي لأشجار تين متنوعة. بارك الله فيكم.